مراسل مكتب وكالة قاسيون في دمشق وأريفا ينضم إلينا حازم الشامي. حازم مساء الخير، هل ممكن أن نعرف بداية عن وضع الإصابات؟ نعم، مساء الخير ميسون. مساء الخير. طبعا بالنسبة لي أو اسمحي لي أن أصحح التعريف، حازم الشامي مراسل مركز دمشق الإعلامي. أهلا طبعا بالنسبة وسهلا. للإصابات بالفعل يعني كان هناك تصعيد منذ ساعات الصباح الأولى لقوات النظام السوري، استهدفت وسط بلدة عين درمة بأكثر من 40 صاروخ أرض أرض بالتزامن مع عشرات القذائف من الهاون وأيضا من المدفعية الثقيلة. طبعا بعد ذلك قوات النظام حاولت التقدم محور الوادي في بلدة عين درمة، وقد استخدمت قنابل تحتوي على غاز الكلور السام. طبعا تم التأكد فيما بعد أنه بالفعل غاز الكلور السام استخدمت على جبهة بلدة عين درمة. النقاط الطبية المتواجدة في البلدة أكدت لنا يوجد ما يقارب 15 إصابة سقطوا نتيجة استخدام غاز الكلور في ظل محاولة قوات النظام حتى هذه اللحظة التقدم في المنطقة. طبعا ميسون، مركز أو قناة حميميمة العسكرية أكدت منذ قليل بأن الهدنة في الغوطة الشرقية على أبواب الفشل، وذلك بسبب قيام الفصائل العسكرية في الغوطة الشرقية بعدم التخلص من الفصائل المتطرفة المتواجدة في كل من بلدة عين درمة وأيضا حي جبر الدمشقي ومدينة زملكة. يذكر بأن فيلق الرحمن الذي يتبع للمعارضة السورية المسلحة أكد في بيان سابق بأنه في تلك المناطق لا يوجد أي تنظيمات متطرفة وأن تلك المناطق هي معاقل لفيلق الرحمن. الإصابات، هل ممكن أن نعرف عن الإصابات من جديد مازن لو سمحت، إن كان بسبب غاز الكلور أو أيضا تحدثنا عن قصف مدفعي صاروخي على الأحياء السكنية أيضا؟ طبعا الاصابات هم حالات اختناق بغاز الكلور. طبعا في البدايه بعد صفحات وايضا بعد وسائل التواصل الاجتماعي نشرت اخبار قالت بانه غاز مسيل الدموع، لكن حسب النقاط الطبيه بان الحالات التي وصلت اليوم الى النقاط كالحالات السابقه التي وصلت في الايام الماضيه الى النقاط الطبيه وهو غاز الكلور السام. طبعا بالنسبه للقصف لا يوجد حتى هذه اللحظه اي اصابات بين صفوف المدنيين بسبب عوائل او اجزاء كبيره من سكان بلده عين درمه باتجاه عمق الغوطه الشرقيه، لذلك لم يكن هناك اي اصابات بسبب قصف قوات النظام. الاصابات فقط هم بغاز الكلور. الاستهداف كان على نقاط نعم. التماس بين فصائل المعارضه السوريه وايضا قوات النظام. شكرا جزيلا لك مازن الشامي مراسل مركز حازم شامي مراسل مركز دمشق الاعلامي، شكرا.